ثاني شغلة الكحول، طبعا الكحول بترجع كل ما كتر الواحد من الكحول نوعية الكحول عم يشربها كل ما زاد الضرر، والضرر كمان ممكن يكون المستقبل القريب. إذا بدكم تسألوني عن ثلاث نصايح إذا بتعملوهن تكسبوا صحتكم، هنا ثلاث شغلات كتير سهلة، بس المشكلة إنه كتير منتشرة صاروا بمجتمعنا هالأيام، لأنه في كتير حواليها موضوع الإعلام والسوشيال ميديا والماركتينج كتير بيشتغل عليها. نمبر 1 الدخان، الدخان معروف مضاره من الرأس للقدم، ما في شيء ممكن يعمله الدخان. ثاني شغلة الكحول، طبعا الكحول بترجع كل ما كتر الواحد من الكحول نوعية الكحول عم يشربها كل ما زاد الضرر، والضرر كمان ممكن يكون المستقبل القريب مثل التهابات بالمعدة، التهابات حمضية، أو تأثير سلبي على الكبد، وبالمستقبل البعيد مع الوقت كل ما شرب أكثر واحد بيزيد ريسك أوف كانسر أو يصير عنده تشمع فشل كلي بالكبد. ثالث شغلة وهي كتير مهمة وكتير ضروري والعالم يمكن منها منتبهت لو كتير حواليها سوشيال ميديا ودعايات بشكل قوي، المشروبات الغازية بيبسي والكولا والسيفن أب بكل أسمائهم بكل زيرو والنو شوجر كلهم، هودي إذا بتبتعدوا عنهم أكيد بتخففوا الريسك أوف الأمراض، يصير عندكم أمراض بهالفترة الزمنية القصيرة وبالمستقبل يصير عندكم أمراض مرعبة مثل كانسر أو تجلطات بالقلب، تجلطات دماغية، فشل بالكبد، مشاكل بالبنكرياس. هو ثلاث شغلات إذا واحد بيبعد عنهم بيكسب صحته. فالألكول شو ممكن يسبب لنا؟ عم نحكي بالفترة الزمنية القصيرة مباشرة، يعني خلال أشهر أو سنوات ممكن أكيد بيعمل لك التهابات بالمريء بالمعدة، بيعمل لك قرحة، بيعمل لك التهابات حمضية، بزدك الأسيد بالمعدة، بيعمل لك التهابات بالبنكرياس، بيعمل لك التهابات بالكبد. على الفترة الزمنية الطويلة بزدك ريسك أوف كانسرز، وبيزيد لك ريسك أمراض الكبد مثل فشل الكبد، وفشل الكبد مع الوقت كمان بيعمل لك بزيد لك ريسك للسرطان الكبد. كذلك الدخان، الدخان يمكن ما في مرض من الرأس إلى القدمين إلا ممكن يعمل لك إياه بالدماغ، بالجهاز العصبي، بالشرايين الدم، بالقلب، أنواع معينة من الكانسرز من الفم. يعني أنا بذكر أول دراسة للطب جانا مريض عمره 17 سنة كان له سنتين بس بدخن، كان صدمة لإلي أنا وشفته، كان حاطط شاشة على وجهه بعدين لما شال الشاشة كان عاملين عملية، كان كل هيدا مفتوح هون لأنه كان عنده كانسر بالجيوب الأنفية بسبب الدخان. طبعا مش كل واحد بيصير مباشرة معه كانسر أو شيء، بس أنت هيدي إسجامبل، هيدي ريسك أنت عم تاخدها. ما بعتقد في حدا في إلا ضرورة واحد يخاطر بصحته وحياته، لأنه الصحة ما بتتعوض، استخسريها فعلا ما بتتعوض، ما في مصاري بترجع بتدلك صحتك. فالدخان مضاره لا توصف، لا تعد، لا تحصى. ثالث شغلة وهي أكثر شيء أنا بخبر عنها بالعيادات وبطلب من العالم إنه يبتعدوا عنها نهائيا، يبتعدوا عنها. في من العالم ما بتعرف شو هي مضاره وقديش فيها كمية سكر غير طبيعية وقديش فيها مواد كيماوية ما معقول ما مفروض نتحطها بجسمنا. بعتقد أحد أسباب النصاحة وزيادة الوزن يلي صايرة زايدة بهالأيام خصوصا بأمريكا وبس نحن لحقينهم هي المشروبات الغازية اللي فيها كتير سكر، هذا عم يخلي العالم زيادة السمنة صار شيء منتشر بشكل غير طبيعي.